ذلك الإنسان إذا أراد فعلا أن يجعل الناس يحبونه يزهد فيما أيديه، فيما عندهم من الأموال، يزهد فيما عندهم من الأموال، يزهد فيما عندهم من الأموال. طبعا هؤلاء يعني علية القوم والنخب والكبرى والأغنياء والوجهاء، ازهد فيما أيديهم، يحبونك يحبونك. ولذلك تجد بعض الوجهاء يختبرون بعض الصالحين، يختبرون، فإذا رأوه يتطلع بما عندهم كرهوه ونفروا منه، وإذا رأوه يبتعد ولا يريد هذه الأشياء أحبوه أحبوه. واقرأ في سير الصالحين، اقرأ في تاريخ الإسلام، تجد عجبا تجد عجبا، سبحان الله العظيم. الناس يختلفون، من الناس من يتطلع إلى ما في أيدي هؤلاء ويحرص على أن يأخذ منهم ويسألهم باستمرار، يبغضونه، حتى إذا رأوه من بعيد نظروا إليه شزرا وكرهوه وتمنوا لو أنهم لم يروا. لكن هؤلاء الصالحين اللي زهدوا فيما عند الناس، اللي زهدوا فيما عند في أيدي الناس، هؤلاء بمجرد رؤيتهم تنشرح الصدور لهم وتتسع المجالس ويطيب اللقاء. لماذا؟ لأن هؤلاء من أبناء الآخرة. لذلك بعض الخلفاء مر على أحد العلماء، أظنه أبو حازم، في المسجد، فقال له يعني سلني، قال أسألك ماذا؟ قال شيء من الدنيا. قال لم أسأل الذي يملكها وأنا في بيته. هذا الذي يعني طوعا أو كرها تحبه القلوب، طوعا أو كرها تحبه القلوب. قال أنا في بيت الله عز وجل، ما سألت الذي يملك الدنيا والآخرة. هذا اللي تقول كيف أسألك أنت وأنت ما ملكك يعني ناقص. دائما أي إنسان في هذه الدنيا ملكه ناقص، كما ذكرنا قبل قليل، لأن الله هو الغني، الغنى المطلق سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة: إذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما في أيديه، وإذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا. وأرجع وأكد على أن الزهد في الدنيا لا يعني ترك مثلا الاكتساب أو الاحتراف أو الاعتمال، هذا غير صحيح، هذا مما يجب عليك حتى تقيم الفرائض، حتى تؤدي الحقوق.